مرحبا، معكم الدكتور أنطون. نعم، مليء بروح الفكاهة والإيجابية والطاقة الإيجابية. بتمنى أن تكونوا أكيد بكل حياتكم على طول، وكل يوم يومكم إيجابيين. بس ما تزعلوا إذا زعلتوا، إذا كان في أوقات طاقة سلبية. هالحياة مثل الميزان، لازم يكون فيها كل شيء لحتى تكون كاملة متكاملة. لازم تختبروا كل النواحي وكل المشاعر وكل الظروف لحتى تستفيدوا وتفيدوا غيركم بالحياة. أكيد مصاري كتير مهمة، بس هاي الورقة إذا بتغزقوها هيك بتروح متى؟ وحيالله شيء تاني بالحياة له ثمن، إذا بيروح من حياتكم كمان ببطل له قيمة. يعني إن كانت مرتك، ولا إن كانوا أصحابك، ولا كانوا قريبينكم، إذا فقدتهم بالحياة بطل لهم قيمة للأسف. إذا فقدتهم بشكل مش منيح ما بقى لهم قيمة عندكم، لأنه خلص مثل ما بقولوا بالعنا باللبناني بتزبلون، وكل واحد بيمضي بطريقه وهن كمان بيزبلوكم. فاليوم بالحياة هاي المصاري هي اللي بتجيب لك أصحاب أكيد مزيفين، وهي المصاري اللي بتعبي لك بطنك، وهي المصاري بتعبي لك راسك. يعني كل ما كان معك مصاري أكثر، كل ما أنت قدرت تعمل أشياء أكثر بالحياة. وأكيد يلي هي بده يقول حياة إنه هي أبعد من هيك، يفرجينا شو في عندك إثبات أبعد من المادة. بيقول لك انه انت لازم تآمن وتقنع حالك وتكون مريض نفسي، تقتنع باشياء وهمية ما شايفها ولا الى اي اثبات لوجودها، غير انه هالطبيعة بصير يقنعك بالطبيعة وبالفضل اللي بعدك مش شايفه غير على الكمبيوتر او شو بيقول لك هني عنه. نحنا ناس بنقتنع بنقول بالمصاري، لانه بلا مصاري قليل 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 ما تلاقي عالم رح تسلم عليك وتسأل عنك، كلهم كذابين. وفي كتير ناس بتستغلك وبتكاري على ظهرك، وبس يخلصوا منك بيفلوا وبيديروا ظهرهم وما بقى بيعبروك. ففي بنات بتخدمون ولا شباب ما فرق، في مثلا في كتير يعني البنات حالات انا سمارة معي خدمهم بدون اي مقابل طبعا. بالاخر اكيد بيطلعوا اولاد بلا اصل، وبيقولوا كمان اتقي شر من احسنت اليه. للاسف الحياة هيك، في ناس هي عقارب لو عملتها بطريقة انه احترمتها، وفي ناس شو ما عملت معها ما بتتغير، عقرب عقرب والملاك ملاك والاسد اسد. اليوم اكيد حلقتنا مش عن هيدا الموضوع ابدا. هيدا كان بس انا بداية الحلقة. اليوم موضوعنا عن المصاري يلي هو اللاري. رح اعرفكم على فئات اللاري الكبيرة، وبحلقة تانية لحتى ما نعمل فيديو كتير كبير رح اعرفكم على الفئات الاصغر، وبركي هلا الحلقة هاي بس رح نعرفكم على الفئات الكبيرة. لنختصر، هيدي المئة لاري، 100 لاري، 100 لاري، هيدي 100 لاري، هيدي هي 100 لاري بجورجيا، هيك بيكون شكلها. هيدي مش أكبر فئة، اللي مفتكر إنه هي أكبر فئة، لا، فهلا رح فرجيكم الفئة الأكبر. الفئة الأكبر هي 200 لاري. شوفوا منها ورقة، تصميمها كتير حلو، هاي العملة الجورجية. شوفوا شو حلوة هيدي، عملت اللاري فئة 200 يعني. فهي أكبر فئة عندهم بجورجيا. هلا الباقي رح نحن نحكيكم عنها بحلقة تانية عنه. بتمنى تكون وصلت الرسالة، وبنبعت تحيات، نتمنى من قلوبنا الأشياء الطيبة والحياة الحلوة والمستقبل كتير الباهر والربح الوفير والربح المادي، لانه اهم شيء ربح المادي بالحياة. ما في شيء بفيدك غير هيك، كله ما تبقى واوهام وكذب. تبنوا علاقات كلها كذب، مبنية على الكذب والتمثيل للأسف. فانا بدي اقول لكم شغلة، تفوه على العقارب
وتفوق على اللي بيشد عم شدهم. مع السلامة ويلا بنشوفكم قريباً.